السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. موريتانيا تخلد ذكرى اليوم العالمي للمعاقين تحت شعار التكنولوجيا في خدمة المشاركة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. مجلس الشيوخ الموريتاني يناقش مشاريع قوانين تتعلق بتمويل عدد من مشاريع الطاقة في العاصمة نواكشوط. وللحاج الشيخ ينتقد ما يصفها القرارات الفردية والارتجالية للنظام الموريتاني ويعتبرها من أبرز معيقات تطور البلد. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. خلدت موريتانيا ذكرى اليوم العالمي والمغاربي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار التكنولوجيا في خدمة المشاركة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة لمينة بنت مما بالإنجازات التي قالت إنها تحققت لذوي الإعاقة في موريتانيا، فيما يقلل بعض هؤلاء من الاهتمام الرسمي بهم. تفاصيل أوفى نتابعها في التقرير التالي. موريتانيا تخلد ذكرى العيدين الدولي والمغاربي للأشخاص ذوي الإعاقة وسط حضور عدد من وزراء الحكومة والمسؤولين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وجمعيات الإعاقة. وزيرة الشؤون الاجتماعية أشادت في كلمتها بالاهتمام الذي قالت إن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يحظون به من طرف الحكومة الموريتانية. تم تعزيز الجانب المؤسسي وترقية النفاذ للحقوق وتعزيز القدرة التنظيمية لجمعيات العاملة في حقل الإعاقة والعمل على الاستقلالية الاقتصادية لهم وترقية التعليم المتخصص للأطفال ذوي الإعاقة. ففيما يتعلق بترقية الجانب المؤسسي والتنظيمي وبالإضافة إلى تخصيص إدارة مركزية تابعة للقطاع تعنى خصيصاً باحتياجات هذه الفئة تم تشكيل مجلس وطني متعدد القطاعات. عشرات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة شاركوا في الحفل الذي نظم بهذه المناسبة وحصلوا على بعض المساعدات البسيطة، فيما تم رفض تسجيل آخرين فجلسوا في حالة استياء وتذمر. يقول بعض ذوي الاحتياجات الخاصة إنهم يعانون التهميش الاجتماعي وضعف الاهتمام الحكومي، كما يشككون في الجدوى من المشاريع الحكومية التي تستهدفهم. نحن في الحقيقة نعتبر أن الوزارة تخلت عن مسؤوليتها في هذا الإطار واختزلت حقوق المعاقين ومسؤوليتها تجاه المعاقين في احتفالية لا تتجاوز 30 دقيقة ومسرحية هزيلة، واعتبار أن الشخص المعاق يحتاج إلى مساعدة اجتماعية فقط. وفي إطار تخليد ذكرى اليوم العالمي لذوي الإعاقة، نظمت جمعية الإرادة للثقافة والتنمية يوما صحيا وزعت خلاله بعض الملابس الشتوية على هامش حفل التخليد الرسمي. يأتي هذا المسعى من في إطار الأنشطة الجمعية المختلفة التي تسعى إلى خدمة الإنسان والتفاعل مع قضاياه بالإنسان بغض النظر عن خلفيته وعن فئته. نسعى دائما إلى أن نقدم صورة غير نمطية عن الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال محاولة تنمية مهاراتهم. هذا وكانت الحكومة الموريتانية قد أطلقت قبل سنوات مشروعا لمكافحة التسول يستفيد منه حوالي 130 من الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن هذه المساعدات توقفت منذ 3 سنوات وبقي هؤلاء تحت رحمة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والظروف غير المساعدة، وبقي الاهتمام الرسمي وفق بعض هؤلاء لا يتجاوز الاحتفال الموسمي وتوزيع بعض المساعدات البسيطة. صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها على محضر مؤتمر رؤسائها والذي تضمن بعض النقاط، من بينها عرض مشروع قانون المالية أمام النواب للمصادقة عليه، وكذا برمجة 4 أسئلة شفوية موجهة لبعض وزراء الحكومة سيتم تقديمها خلال جلستين علنيتين تعقدان الأسبوع المقبل. وفي مجلس الشيوخ ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والتخطيط 3 مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها باتفاقية تمويل موقعة بين موريتانيا وصندوق أوبك للتنمية الدولية مخصصة لتمويل مشروع المركز الوطني للتحكم في الكهرباء، فيما يتعلق المشروع الثاني باتفاقية قرض موقعة بين موريتانيا و
وصندوق أبو ظبي للتنمية مخصصة لتمويل مشروع لمحطات الطاقة الهوائية، ويتعلق مشروع القانون الثالث باتفاقية لتمويل مشروع إنشاء محطة توليد للطاقة الشمسية بنواكشوط وقعت بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. انتقد نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل محمد غلام للحاج الشيخ ما وصفها القرارات الفردية والارتجالية التي ينتهجها النظام الموريتاني الحالي وخصوصا في الجانب التنموي. وأضاف وللحاج الشيخ خلال ندوة نظمتها المنظمة الشبابية لحزب تواصل حول مظاهر الفساد وسياسات الارتجال، أضاف أن الانفراد بالرأي لدى النظام الموريتاني يعتبر من أبرز الأسباب التي تعيق المسار السياسي والتنموي في موريتانيا. أمة تدخل في المجهول نتيجة لأنه فيه فرض تم عزله، هذا من أخطر القرارات. نختار نقول أن القرارات الفردية بعد ذلك اتضحت فيما يتعلق بالتنمية. الرئيس قال أنه بشكل صريح من أول يوم مدفع شر المغيطي والحي الساكن، وقال عن الموريتاني مليئة بالأموال ولا عندها مشكلة وستتغير، المشكلة فقط مشكلة الفساد. لكن اتضح بعد سنوات العجاف أنه لا، نحن غيرنا واجهتنا في البؤس والشقاء، وأنه أهل الركيز كانوا معايا اليوم في المكتب في مجلس النواب يتكلموا عن سيارة الإسعاف التي كانت سوف تستأجر لامرأة لكي تذهب إلى المستشفى لإجراء عملية قيصرية، ومنعها من أن تحمل إلى المستشفى 25,000 ريال. تحل ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الرق هذا العام على موريتانيا وسط حراك اجتماعي متزايد وحديث متسارع بشأن مسألة الوحدة الوطنية، كما يطل وسط اختلاف بشأن ظاهرة الرق في موريتانيا بين من يقول باختفائها وبقاء آثارها ومن يقول إنها ما تزال منتشرة في البلد. نتابع. يطل اليوم العالمي لمكافحة الرق في موريتانيا وغيوم الاحتقان تلبد سماء الساحة الحقوقية الموريتانية التي عاشت على وقع التشخيصات المختلفة للرق في البلاد، بين تشخيص تعتمده المنظمات الحقوقية التي ترى أنه لا يزال موجودا في موريتانيا وبنسب كبيرة، وبين تشخيص الدولة التي ترى أن آثاره هي التي بقيت وتحاول عبر وسائل مختلفة من بينها وكالة التضامن تجفيف منابعه. ميثاق الحرطين وإن سير مسيرة للحقوق فقد اعتبر في بيانه التأسيسي أن الحوار وأسس الديمقراطية هي الكفيلة بالقضاء على الرق وآثاره. لتلج موريتانيا اليوم العالمي لمكافحة الرق وهواجس التأزم ودق إسفين الوحدة الوطنية تبدو شاخصة للعيان، فهل تظل التأويلات المختلفة للسياسيين والحقوقيين والدولة الموريتانية تسيطر على أزمة يقول المراقبون إن طاولة النقاش ونكأ الجراح ليس هو حلها الأمثل؟ تحتضن العاصمة نواكشوط هذه الأيام ملتقا إقليميا حول حماية ومساعدة ضحايا الجريمة المنظمة والإرهاب في بلدان الساحل والصحراء، ودعا المشاركون في هذا الملتقى إلى التنسيق المشترك بين البلدان من أجل مواجهة هذه التحديات الأمنية التي أضحى خطرها قاسما مشتركا يتهدد معظم هذه البلدان. نتابع. ملتقى إقليمي آخر لدول الساحل والصحراء في نواكشوط، لكنه يبحث هذه المرة سبل حماية ضحايا الجريمة المنظمة والإرهاب في بلدان المنطقة. فالإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة باتت يقول المشاركون أكبر التحديات المشتركة التي تواجه هذه البلدان، لذا فإنها لا تفتأ تذكر، ويطالب بضرورة تضافر الجهود من أجل الوقوف في وجهها كلما سنحت الفرصة. وفي ظل تعقد أساليب الجريمة المنظمة العابر للحدود وخطورة العصابات التي تمارسها، تعتبر مساعدة الشهود وحماية من انتقام مجرمين مسألة في غاية الأهمية. أهداف من أجل تحقيقها يرى البعض بضرورة تعزيز دولة القانون أولا، ومن ثم خلق تنمية مستدامة دون إغفال الجانب المتعلق بالتعاون الإقليمي ما دامت التحديات الماثلة قاسما مشتركا بين دول المنطقة.
إن منظمة الأمم المتحدة ستظل دوما إلى جانبكم من أجل مساعدتكم وتعزيز قدراتكم في محاربة هذه التحديات المشتركة. لقد بات من المعلوم أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها ما لم يتم تعزيز دولة القانون، وأن محاربة الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب تتطلب بالضرورة أولا النهوض بالتنمية المحلية، ولا يمكن إغفال الجانب المتعلق بالتركيز على التعاون الإقليمي، فهو ضروري وهام في هذا المجال. وكانت العاصمة نواكشوط قد احتضنت قبل أسبوعين ملتقى إقليميا شاركت فيه حوالي 11 دولة من قارات مختلفة، تم خلاله بحث آلية تعزيز التعاون في مجال محاربة المخدرات والإرهاب. كما نظمت قمم وملتقيات أخرى سابقة في نواكشوط وفي بعض العواصم الأخرى، نقشت خلالها نفس المواضيع وتم الخروج ببعض التوصيات، لكن كل ذلك يقول البعض لما يمكن هذه البلدان بعد من كبح جماح هذه التحديات العابرة للحدود. خلد مجمع مدارس برج العلم بن واكشوط ذكرى 54 لعيد الاستقلال الوطني بتنظيم حفل شارك فيه عدد من المدرسين إلى جانب مئات التلاميذ بالمدرسة. وقد تخللت الحفل فقرات مختلفة ركزت بالأساس على الوجود الوطني وإبراز التضحيات التي بذلتها الأجيال السالفة في سبيل الحصول على الاستقلال. محاولة منا لغرس قيم تمجيد الوطن وتعظيم رموز سيادته في نفوس الأطفال الصغار. نحن نحرص على تنظيم هذا الحفل في كل مرة. في الحقيقة شهر نوفمبر كله كان شهر حفلات وشهر مسابقة وشهر أنشطة تدعم وتمجد حب الوطن وتمجيد الاستقلال وما إلى ذلك. المرحلة اللي تنمى بها الوطنية هي مرحلة هذه الأجيال الصاعدة، خصوصا المرحلة الابتدائية، ولذلك في جميع هذه المناسبات نقوم بالإعداد جيدا وتمثيل هذه المناسبات حتى يعيشها الطفل. نشكر استقلالنا ونعبر عن فرحنا لهذا الاستقلال المجيد، ونفتخر ببلدنا العفيف ويعرف عن هذا الافتحان، ولنا فخر جدا به. دعت الكتلة الطلابية في ندوة نظمتها مفتتحة بها أنشطتها الثقافية والدعوية بالجامعة، دعت إلى توحيد الجهود ورص الصفوف والحذر من دعاوى الفتنة. هذا وقد حضر الندوة التي نظمت تحت شعار وكونوا عباد الله إخوانا عدد من طلاب الجامعة ومنتسبي هذه الكتلة. إنها همسة في أذن الطلاب الذين يصنعون المستقبل ويجمعون المجتمع، أنه ينبغي أن نوحد الجهود وأن نرص الصفوف وأن نحذر من كل دعوة من دعاوي الفتنة التي تلعب على ألوان الناس وعلى أعراقهم وعلى جهاتهم. إنه ليس للون ولا للغة ولا لسائر المعاني الدنيوية من حساب في ميزان الله، فالأرض أرض الله والكل عباد الله وعياله. إلى أخبار الرياضة، فبعد خروج منتخب المرابطون من تصفيات بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة وخسارته أمام منتخب المغرب للمحليين بخماسية في مباراة ودية، يعيش المنتخب حاليا حالة فراغ يصفها البعض بالكبيرة، حيث لم يجري أي مباراة ودية حتى اللحظة، ما جعله يبقى بعيدا عن المنافسة. نتابع. أين المنتخب الوطني لكرة القدم الموريتاني؟ وأين هي أحلامه التي تحطمت على صخرة الأوغنديين؟ أين حلم الوصول؟ هل تبخر هل عاد أدراجه؟ هل بات مجرد إشاعة؟ أين الأهازيج والفرح والزغاريد؟ أين الرجل الأول في السلطة؟ ألم يقل يوما إنه وراء المنتخب في كل صغيرة وكبيرة؟ أين تدافع المسؤولين آنذاك لتقديم العون للمنتخب حين لمح الرئيس على ضرورة المساعدة والوقوف خلف المنتخب؟ اليوم يعيش المنتخب الوطني حالة فراغ وانزواء عن المستطيل الأخضر. حتى الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يكن المنتخب حاضرا ضمن ودياته الأخيرة. هل هي لعنة الخروج من التصفيات أم مجرد إشاعة لترتيب الحسابات والظهور بشكل أحسن عقب الخسارة بخماسية نظيفة من محلي المغرب؟
أين المدرب الجديد للمنتخب كورنتان مارتينز؟ ألم يرحل العجوز الفرنسي على خلفية إخفاقات المنتخب وإفساح المجال للوافد الجديد الذي لم يقدم للإعلام بعد ولم يكشف عن صفقته ولا حتى عن مدة عقده؟ حضر لمباراة في الدور وأخرى يوم 28، كتب ودون والتزم الصمت بعد ذلك حتى يومنا هذا، وكأنه يساير ويواكب حال المنتخب في الوضعية الراهنة. ألا يحق للشارع الرياضي أن يفرح بمنتخبه حتى ولو في ودية تكون بمثابة تحصيل حاصل؟ هذا الركود والهدوء الذي يخيم على المرابطون يوحي بوجود خلل ما في مكان ما. تلكم تنبؤات الشارع الرياضي ونبض المستطيل الأخضر، عود متابعيه على أنه لا يخفي شيئا فهو مكشوف للجميع. بذلكم مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. موريتانيا تخلد ذكرى اليوم العالمي للمعاقين تحت شعار التكنولوجيا في خدمة المشاركة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. مجلس الشيوخ الموريتاني يناقش مشاريع قوانين تتعلق بتمويل عدد من مشاريع الطاقة في العاصمة نواكشوط. ولي الحاج الشيخ ينتقد ما يصفها القرارات الفردية والارتجالية للنظام الموريتاني ويعتبرها من أبرز معيقات تطور البلد. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.